نحن الآن في المراحل الأخيرة من تدريبات المنتخب الوطني المرابطون. كما هو معلوم زاد تويترات تدريب حجما وكيفا، وتم تطوير كل أشكال التمارين المتبعة. الرعاية الصحية للمنتخب الوطني تتضمن جزئين أساسيين. الجزء الأول هو الجزء المكمل للملف الطبي الخاص بكل لاعب، وهو دفتر التزامات يتم إرساله من طرف الكاف اللي هي الاتحاد لفريق كرة القدم، وجميع لاعبينا اجتازوا مرحلة الفحوصات القلبية والبدنية والمخبرية. المرحلة الثانية هي الطب الوقائي للمنتخب الوطني اللي يتضمن فترات الإراحة وفترات العلاج الفيزيائي من أجل الاستعداد للتمارين اليوم الموالي بعد كل حصة تدريب. الأمور تتم على ما يرام. الروح البدنية والنفسية للمنتخب مبشرة، ونرجو التوفيق بحول الله في باقي المشوار.